مش شغلتي الميكروفون ولا ان انا ابقى مذيع، لكن كده يعني شافت الاذاعه انه في برنامج الميكروفون مع فلان انها تخليني مذيع النهارده، وان انا اختار الاشخاص اللي هتكلم معاهم. فانا الحقيقه ما حبيتش اختار، لانه انا بشوف انه الناس اللي بحبهم وبيحبوني هم اكتر الناس اللي ممكن اسالهم اسئله يمكن تكون محرجه شويه لكن يردوا عليها. معايا دلوقتي الاستاذ بليغ حمدي. استاذ بليغ، انت متهم بانك بتميع الفلكلور المصري. بميع الفلكلور المصري؟ ده اتهام موجه لك من غالبية الملحنين ومن غالبية النقاد في مصر وفي العالم العربي. يعني أنا كل لما أقرأ مجلة أو موضوع فني بحس أنه الناس بتقول أنه بليغ حمدي بيميع الفولكلور. أولا طبعا دي أراء ممكن يكون من حق أصحابها أنهم يقولوا اللي عايزين يقولوه، يعني ومن حقك أنك ترد عليه. إنما اللي عايز أقوله إن قطعا اللي اتعمل مفهوش تميع إطلاقا للفولكلور المصري. أولا ما أقدرش أعتبر الحاجات اللي بعملها دي فولكلور أساسا، يعني كون إن في جملة من الكلام مثلا خدناها أو حطناها مش معنى كده إن ده يعني فولكلور، لأن ما بنقولش الغنى نفسه حتى الموضوع نفسه، بنختار الكلام نفسه بنغيره بنمشي مع موضوع جديد في دماغنا. يعني المهم أولا وأخيرا ايه اللي بتغنى دلوقتي؟ اللي بتغنيه الناس، اللي بتغنيه الناس دلوقتي ايه؟ الاغاني اللي بتتعمل اللي عملناها فيها الفولكلور المصري اللي بيقولوا عليه النقاد انه عمليه تميع له. انا شخصيا مش شايف ان عمليه تميع. ما هو هم بيقولوا ليه انه عمليه تميع؟ من قوه الالحان اللي فيه، من قوه ترديد الناس له. لو كانت حاجه فارغه والناس ما رددتهاش ولا قالتهاش وراك ما كانش حد انتقدها ولا قال انها تميع ولا حاجه. هو العمليه انه فعلا الناس بتردد هذه الاغاني في هذه الايام، فهو ده الاتهام الصارخ اللي موجه لك، انك بتعمل الحان حلوه فيها لمحات من الفولكلور وبعدين الناس بترددها ورا المغنيين اللي بيغنوها لك. انا شايف ان ده انتصار، مش شايف انه تميع يعني. وانا بعتقد ان انا قريت كذا رأي في المسألة دي، بعض الناس بيقولوا ان الاضافات دي بتأدي الى ان الناس تنسى اللحن القديم ويحبوا اللحن الجديد، وحاجات كتير اراء اتقالت بالشكل، واراء قالت ان انا لازم اذا كنت عايز اعمل حاجة فاعملها في حدود اللحن القديم. انا شايف ان دي مسألة يعني متخصص بها مراكز فنون الشعبية، ممكن تعمل الحاجات دي، ممكن تجيب كل التراث ده وتعيد تسجيله تاني بشكل جديد بشكل اللي هم عايزينه. انما انا شخصيا مهمتي خلق شيء اخر من احساس كان موجود قديم عندنا في بلدنا، وعملية خلق كلها من اولها لاخرها يعني ليست عملية نقل اطلاقا. فكوني ان انا اصل ان انا يعني اخلق حاجة من احساس قديم وانشره بالناس والناس تغني، دي رسالتي انا شخصيا، او دي على الاقل وجهة نظر انا بالنسبة للحكاية دي، واللي بيعنيني فيها كلها هو احساس الناس بالالحان. طب استاذ بليغ، يعني مرحلة الفولكلور افتكر بعد انت ما عملتها في ناس كتير عملوها حتى من اللي بيهاجموك. وانا بعتبر ان ده انتصار بالنسبة لك. ومعنا دلوقتي الاستاذ الصحفي اللامع والراجل اللي بيعمل برامج حلوة في التلفزيون وفي الاذاعة، الاستاذ مفيد فوزي. استاذ مفيد، انت بتشتغل في الاذاعة والتلفزيون، ممكن تقولي ايه اللي ما بيعجبكش في الاذاعة والتلفزيون كناقد؟ أنا بعتقد اللي ما بيعجبنيش في التلفزيون أساسا نمرة واحد هو البرامج اللي ممكن أنا أديها ظهري فأبص لآني بسمعها، يعني هي برامج تصلح للإذاعة بس. ما بيعجبنيش في الإذاعة البرامج اللي مكتوبة من ورق إسكريبتات، وقطعا هتسألني تقولي ببساطة زي إيه عشان تحرجني. أنا محضر نفسي للإجابة دي، بقولك أن أنا مثلا شخصيا بعمل برامج في الإذاعة. لا، هو الحقيقة أنا مكنتش هسألك زي إيه، يعني كنت هسألك هو المفروض أنه اللي الكتب للإذاعة ما يكونش سكريبت؟
لا عايز اقول ان الاذاعه ميكروفون ينزل فعلا زي البرنامج اللي بنسجله دلوقتي، مش ورقه نص مكتوب واقعد اقراه في الاستوديو. قصدك انترفيو؟ اه المفروض مثلا تمثيليه لازم يكون لها سكريبت. لا ما احنا بنقول انت قلت البرامج. برامج؟ لا انا عايز اقول البرامج غير التمثيليات، التمثيليه ده نص مكتوب بيأدوه في حركه. انا قصدي البرامج كبرنامج من اول اليوم لاخره. انا متاسف. انا بعتقد انه البرامج اللي من نصوص ما فيش فيها الميكروفون بينزل للشارع في رايي انا برامج مجهضه. طب استاذ مفيد انت عملت برنامج من 103 حلقه او 104 او 105 على ما اذكر اسمه، نجمك المفضل، عمرك ما نزلت فيه للشارع وكان انجح برنامج. كنت بنزل في الشارع بالكاميرا اصور حياه النجم داخل بيته وفي اهتماماته، اذا كان مطرب بصوره في بروفاته، اذا كان ممثله بصورها في افلامها، اذا كان فنان بصوره في مكان كتابته. يعني الكاميرا ايضا كانت بتنزل علشان تدعم. ده في حالات نادره جدا. يمكن ده يبقى نقص. احيانا الكلام في حد ذاته بيبقى مستوى ليه نفس الصوره. واعتقد انا قدمت حلقه للسيده امينه السعيد ما صورناش فيها ولا ثانيه، إنما كان كلامها يصل إلى مستوى التلفزيون بالصورة. طبعا إذن لو إحنا اشتغلنا في التلفزيون على مستوى عالي من الفكر والإخراج والتقديم، ممكن جدا إن إحنا نستغنى إننا ننزل الشارع. للأسف الشخصيات اللي ممكن تيجي التلفزيون 5% يصلح أن يتحدث جيدا أمام التلفزيون. نحن نلجأ للصورة بتدعم الشخصية اللي بتيجي قصاد التلفزيون. أنت كصحفي ما بتحسش احيانا انك انت قدمت نقد او قدمت خبر او قدمت مقال ما انتش راضي عنه؟ فعلا قدمت خبر مش راضي عنه، قدمت مقال مش راضي عنه. والسبب ببساطة هو زي ما بيقول الأستاذ هيكل في مقالاته، انه احيانا انا اشعر بمجاعة في المعلومات. قطعا لو عندي معلومات الكافية أستطيع أن أنا أقدم ما أريد. طب أستاذ مفيد أنت متحيز لأصحابك صحفيا؟ أنا متحمس ومتحيز للكفاءات، سميها أصدقاء أنت حر في تعبيرك، إنما أنا لي أصدقاء حميمين جدا في الفنانين، لكني لست متحمسا لهم حماس صحفي. زي مين؟ لأني مش متحمس لهم حماس صحفي ما أقدرش أقول زي مين، لأنهم ليسوا في ذهني كفنانين، إنما هم في ذهني كأصدقاء. طب مين أصدقائك؟ أصدقائي في الوسط الفني تقصد؟ لا في غير الوسط الفني؟ صديقي هو الذي يصدقني، هو فعلا زي ما بيقول المثل العامي اللي يقول لك من بكي من بكاني بكي عليا ومن ضحكني ضحك عليا، أما مين هو فهي قيمة في نظري مش ضروري أسماء. طب أنت معتقد جدا بالمثل ده؟ أنا مؤمن به. أنت بتقرأ كتير؟ والله أحيانا، إنما أنا على حد تعبير محمود السعداني أنا واحد من الأرزوئية في هذا الميدان، فلما بكون عندي وقت فاضي أنا بقرأ، لأن أنا بعتقد أن القراية هي شحنة. يعني هو أنت مش المفروض كصحفي يا أستاذ مفيد أنك تكون بتقرأ كتير؟ قطعا المفروض أن أنا أقرأ، لأنه قرايتي هي شحن البطارية اللي عندي، لأنه أنا أشوف وأقرأ في أدعم ده. إنما أنا مش هقول لك طبعا أنا عندي كم كتاب ومكتبت فيها إيه وفروع المعرفة، ويعني أقول لك زي ما بتقال يعني، إنما أنا بعبر لك عن أزمتي وأزمة الكثيرين زي اللي أحيانا الوقت اللي بضيعه في حاجات تانية وهي شغل أيضا مثلا الإذاعة والتلفزيون بتعوقني عن القراية. طب أستاذ مفيد تعتقد أن فوزيرك السنة دي كانت ناجحة؟ زي بالضبط ما اسألك وقول لك يا حليم هل تعتقد ان غنوة الوي الوي نجحة، هتقول لي على طول الاجابة اللي انا هقولها دلوقتي، الحكم للجمهور ولعدد الجوابات اللي هتيجي اجابة على هذه الفوازير. لا لو سألتني انا عن الوي الوي اقول لك انها نجحة، او اذا كانت فشلة اقول لك انها فشلة. انا هقول لك من ناحية المضمون، انا بعتقد ان قدمت السنة دي فوازير ليست للتسلية فحسب، ولكن ساهمت في عملية تقييم بسيطة للناس رحلوا انا شخصيا ما شفتهمش، كنت اتمنى ان انا اشوفهم واشوف المصابيح اللي اضاءوا بيها بلدنا حتى بعد ما رحلوا. ايه احسن عمل صحفي عملته؟ احسن عمل صحفي عملته هو مجموعة خطابات قصيرة وجهتها للفنانين، كنت فيها شديد الصراحة والمرارة
وجابت لي دواهي لا حصر لها وبلاوي لا يمكن حصرها. وجهتها للفنانين بس؟ للفنانين وغير الفنانين. غير الفنانين زي مين؟ وجهتها لبعض الشخصيات اللي اعتقد انهم في مواقع العمل سواء مسؤول او فنان. بتشوف سينما؟ بشوف افلام السينما الاجنبية اللي بحبها، وبشوف افلام السينما المصرية اللي بيجيني دعوات لها بس. يعني ما بتنزلش من بيتكو عشان تروح سينما عربية الا اذا كانت بدعوة؟ ما بدفعش 26 قرش لفيلم عربي الا اذا سمعت عنه كلام كويس. يعني انت مهمتك كناقد بتضيعها على نفسك؟ مهمتي كناقد اختار الاعمال اللي احس انها تشرح المي في النقد. هل مهمة الناقد انه يشوف العمل اللي يحس انه هيكتب عنه كويس، ولا يشوف كل الاعمال اللي يقيمها كلها؟ انا لست ناقد فني بمعنى سينمائي متخصص، انا ناقد متذوق، اشوف اللي احس انه يفتح نفسي واتجاهل ما لا يفتح نفسي. يعني انت رأيك انه في النقد الفني انه لابد ان يكون تخصص؟ على فكرة انا قطعا مؤمن بان التخصص اساس رئيسي للنقد الفني. انا مش ناقد فني متخصص، انا بكتب ايضا انطباعات تعبر عن ذاتي بمضيها باسمي صباح الخير، مش مسؤول عنها ولا تحمل وجهة نظر صباح الخير، انما تحمل وجهة نظري انا شخصيا. عندنا نقاد متخصصين يا استاذ مفيد. في ايه بالذات؟ في السينما، في الغنوة، في المسرح. افتكر عندنا من النقاد المتخصصين في السينما الاستاذ سعد الدين توفيق. افتكر في مجال الغنوة لا يوجد الا ناس بتسمع وبتحكم بودنها بس. احيانا بيكونوا صادقين مع نفسهم. حس انت من مقالاتهم انت كصحفي اي انسان يا حليم، حتى لو كان موضوعي في نقده، في النهاية ايضا هو ذاتي. داخل موضوعية اي انسان تكمن وترقد ذاتيته. انت سميع اغاني؟ انا بتص في الاغاني، يعني وانا بالليل قاعد في بيتنا بسمع اغاني الراديو واحن لها، احب حاجات فيها جدا. يعني تعبير بلطص دي زي حاجة كده راح تصاك، يعني انه حاجة ما بتعجبكش او حاجة مخيفة راحت ضربك في الضلمة؟ لا انا يمكن قابلت فيها. لا انا يمكن ما بستناش غنوة بالتحديد، انما انا في اوقات بكون قاعد فيها في البيت ابص الاقي نفسي منساق الى درجة الاسر لبعض الاغاني. رغم ارادتك بقى. اصل انا لما اكون مقصور تبقى ارادتي ليها دخل كمان. انت عندك احلام بالنسبة للبرامج تعملها في التلفزيون؟ عندي احلام ببرنامج يخلي الناس تقعد في البيوت ويشكو اصحاب دور العرض ان الناس ما بتجيش حفلات السينما في الوقت اللي بتذاع فيه هذا البرنامج. نفسي احقق هذه الامنية. تحب اسمعك ايه من الاغاني؟ ارجوك واحنا بنتكلم وبنتسلى وظرفة انك تسمعني غنوة زهرة المدائن لفيروز، لان ارجو ان القضية دي تبقى برضو في دماغنا حتى ونحن بنتسلى، وبعتقد انها ايضا في راسك لانك انت ايضا نفسك تغني غنوة القدس، فارجوك نسمع زهرة المدائن. لاجلك يا مدينة الصلاة. لاجلك يا مدينة الصلاة، يا ريت اعرف اقولها لك كنت قلتها لك. لاجلك يا مدينة الصلاة اصلي.